مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 75، وعنوان حلقتنا الأزهر يفسد عقول المسلمين. وإحنا شرحنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت إن معنى تنزيه ذات الله وصفاته عن النقائص عند الأشاعرة هو نفي صفات الله على حقيقتها، وده من أهم أساسيات العقيدة الأشعرية، وإحنا ناقشناها كتير مع حضراتكم واتكلمنا عنها كتير في الحلقات اللي فاتت، ووثقناها من خلال مجلة الأزهر وشوفوا معايا على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. والكلام ده رد عليه كتير من العلماء، ونشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيرد على الكلام ده ويوضح لنا إن التنزيه اللي بيقوله السادة الأشاعرة ليه معنى تاني غير المعنى اللي بيحاول الأشعار إنهم يروجوه بين المسلمين، ونشوف مع بعض الشيخ ابن عثيمين هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم. يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول إن الأشعار بيمثلوا إنهم بينصروا السنة قدام الناس، وبيعملوا انهم بينصروا السنه والدين والاسلام، لكن في الحقيقه هم منافقين، لانهم في الظاهر بينصروا السنه لكن في الحقيقه هم بيتستروا بالتنزيه، ويقولوا شوف يا مسلمين احنا ازاي بننصر السنه وبندافع عن الاسلام ونرد على المعطله الجهميه والمعتزله والفلاسفه ونرد على شبهات الملاحده وغيرهم. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ونشوف فتوى من دار الفتوى في مصر هيقول لنا ايه. وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة، وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ. زي ما شفنا فتوى الأزهر وإزاي إن الأشاعرة بيعتبروا نفسهم صمام الأمان في حفظ العقيدة الإسلامية، دول خدموا الإسلام زي الصحابة ومقامهم زي مقام الصحابة، وعشان كده الفتوى بتقول السادة الأشاعرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشوفوا معايا الفيديو وهو بيترطب على الأشاعرة. وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة، وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ. والمفاجأة إن اللي مقامهم من مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم اللي هم السادة الأشاعرة حسب كلام الشيخ الوهابي عبد الرحمن الحجي إن 550 عالم أجمعوا على إنهم كفار، وإن أي عالم مش بيكفر الأشاعرة ده اختلط عليه حال الأشاعرة بسبب إن العالم ده خالف العلماء الأوائل اللي أجمعوا على تكفير وكفر الأشاعرة. وشوفوا معايا الشيخ عبد الرحمن الحجي وهو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. فاليوم الشيخ رحمه الله سيتكلم عن الأشعرية وكفر الأشعرية، وسواء في رسالة ابن عبد اللطيف أو ابن عبد الكريم. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، لأنها من المسائل اللي دخلها الخلط عند المتأخرين وأكثروا فيها الكلام اللي ما لها أساس، خالفوا فيه الأوائل. وزي ما شفتوا الشيخ عبد الرحمن الحجي في تسجيل درس لي في المسجد، يعني الوهابية بيكفروا الأشعرة كده في دروسهم في المساجد على الملأ، وبينقل عن الشيخ عبد اللطيف اللي هو من أحفاد محمد ابن عبد الوهاب، وبينقل برضو عن العلامة ابن عبد الكريم، ودول من كبار علماء الوهابية في القرن الماضي. والشيخ عبد الرحمن الحجي زي ما شفتوا حضراتكم بيعتبر إن تكفير الأشاعرة دي مسألة مهمة جدا، يعني لازم العلماء وطلاب العلم ما يتهونوش في المسألة دي وما يجملوش الأشاعرة
يكفرون كده عيني عينك. وخلينا نشوف الفيديو اتجاهه. والأوائل كانوا على تكفيرهم لأسباب كثيرة. السبب الأول أنه لا فرق بينهم وبين الجهمية في الحقيقة، وإذا كان الجهمية كفرهم 550 عالم كما سردهم اللالكائي وغيره كما ذكرهم ابن القيم في نونيته، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، كفروا الجهمية بقولهم القرآن مخلوق، فإن الأشعرية مثل الجهمية والمعتزلة وأخص منهم في الباطن كما قال السجزي وهو خبير به. والشيخ عبد الرحمن الحجي بيقول إن العلماء الأوائل كانوا مجتمعين على تكفير الأشعرة، والسبب الأول إنه في الحقيقة الأشعرة والجهمية وجهان لعملة واحدة، والجهمية اللي كفرهم وأجمعوا على تكفيرهم 550 عالم، لأنهم بيقولوا إن القرآن مخلوق، والأشعرة دول زي الجهمية والمعتزلة وأخص منهم، لأنهم في الحقيقة يبطلون عقائد الجهمية والمعتزلة، وفي الظاهر بيمثلوا إن هم بيدافعوا عن الإسلام وإن هم بينصروا السنة، وفي الحقيقة هم كذابين ومنافقين. ونكمل نشوف الشيخ عبد الرحمن الحجي هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. والأشعرية طائفة ضالة منافقة مموهة يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم أخبث منهم في الباطن كما قال السجزي رحمه الله، والطائفة هذه مشهورة بالتمويه والكذب والتلاعب بالدين ورقة الدين. ده الأشعرة مش منافقين وبس، لأ دول بيتلاعبوا بالدين ويموهوا بيكذبوا، لأن هم في الحياة طائفة ضالة منافقة عاملين إنهم بينصروا الدين وإنهم بيردوا على المعتزلة، لكن في الحياة هم أخبث وأخس من المعتزلة. والكلام ده كمان بيقوله الشيخ ابن عثيمين، وبيشرح إزاي إن الأشعرة بيتسطروا بالسنة لأن هم في الحقيقة منافقون يبطنون النفاق وبيدل المسلمين ويكذبوا عليهم. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل استماتنا حقيقة لأن هذا من صفات. الشيخ ابن عثيمين بيفضح أكاذيب الأشعرة وإزاي إنهم بيقولوا شوفوا يا مسلمين أهو إحنا بندافع عن السنة وأدينا أقرارنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، بس في حاجة كده صغنطوطة يعني صغيرة كده، هو إحنا مش بنؤمن إن النصوص دي على حقيقتها، لأننا لو أقررنا بالنصوص دي على حقيقتها إحنا كده بنجسم الله، ومش بنقول برضو إن الله بينزل للسماء، لأننا لو بنؤمن بكده يبقى جسمنا الله. خلينا نشوف الشيخ محمد رسلان وهو بيذكر لنا المفروض المسلمين يعملوا إيه مع الأشعرة في الفيديو اللي جاي. أخرج اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرى والهروي في ذم الكلام عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وأخرج اللالكائي وأبو نعيم عنه رحمه الله تعالى قال: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. قال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. وأخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وفي الآداب الشرعية أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في رسالته إلى مسدد: ولا تشاور صاحب بدعة، لا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. وزي ما شفتوا الشيخ محمد رسلان وهو بيسرد كلام العلماء عن المبتدعة وطبعا منهم الأشاعرة، وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. مش كده وبس، ده كمان جلس من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمل. والإمام أحمد قال: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجلسهم ولا يخالطهم ولا تشاور صاحب بدع في دينك ولا ترافقه في سفرك. ونكمل مع الشيخ محمد رسلان الفيديو اللي جاي ويكمل أنت كمسلم المفروض تعمل إيه مع أصحاب البدع. وفي الإبانة الكبرى عن حبيب رحمه الله قال: كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال
إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، يعني أهل الأهواء والبدع، ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول. وزي ما شفنا الشيخ محمد رسلان بيقول كان محمد بن سيرين استمع كلمة من صاحب بدع، بدع ووضع أصبعيه في أذنيه وحكم عليه أم من المجلس وابن تيمية كمان، قال إن أي حد ينتسب إلى أهل الأهواء أو دافع عنهم أو شكر فيهم أو عظم في كتبهم أو اتعرف عنه إنه بيساعدهم أو التمس لهم العذر تجب عقوبته، لأنه لم يعاون على القيام عليهم، لأنهم أهل البدع اللي بيقصدهم الشيخ رسلان هم الأشاعرة طبعا ومن نحى نحوهم زي مين؟ زي الأزهر ومشايخ الأزهر، دول أفسدوا العقول. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. احنا شفنا في حلقة النهاردة ان الأشاعرة في نظر غلاة الحنبلة الوهابية بيتظاهروا بنصرة السنة وبيتسطرون بالتنزيه، ويقولوا انهم اقربوا النصوص على وجه التنزيه لله، ويقولوا اننا لا نقول بها حقيقة. ليه؟ لان هذه الصفات من صفات الأجسام، او هذه يعني من صفات الأجسام، ولا يقولوا بنزول الله إلى سماء الدنيا حقيقة، لان هذا من صفات الأجسام. والشيخ محمد رسلان حذر منهم وسرد أرى العلماء في كيفية التعامل معهم، إن أي حد ينتسب إلى أهل الأهواء أو دافع عنهم أو شكر فيهم أو عظم في كتبهم أو تعرف إنه بيساعدهم أو التمس ليهم العذر تجب عقوبته، لأنه لم يعاون على القيام عليهم، لأن أهل البدع دول أفسدوا العقول. وأتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت هترد بعقلك، فنقبل بعقله، وده يرد بعقله، وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.